صدر إعلان جديد للشابتر الثالث من لعبة بوبي بلاي تايم، وفيها الكثير من الأسرار والنظريات الغامضة التي لا يعرفها الكثيرون عن حقيقة الوحش القادم وقدراته المرعبة. وليس هذا فقط، بل حصلنا على صور جديدة تثبت أن تجربة 1006 لديه دور مهم جدا في الجزء الثالث، بالإضافة إلى معلومات جديدة ستصدمك كثيرا. وفي هذا الفيديو سأتحدث عن جميع هذه الأسرار وتحليل الإعلان الجديد، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة الآن وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا تفوتك النظريات والأسرار التي يكشفها في قناتي. نطيل عليكم، اربطوا الأحزمة وهيا نبدأ. إذا شاهدت الإعلان الجديد للجزء الثالث فأنت تعلم أنه صدر على شكل كرتون للأطفال. أول إعلان ظهر بشكل غريب ومرعب جدا، وإذا نظرت جيدا تستطيع ملاحظة أن هناك كلمة سرية وهي الطريق الذهبي. وإذا شاهدت فيديوهات السابقة فأنت تعلم أن هذه الجملة ظهرت قبل ذلك في هذه الرسالة السرية. هذه الجملة هي في الحقيقة كلمة سرية تمنحك القدرة على الدخول إلى ملف غامض يحتوي على الإعلان السري. هذا الإعلان مختلف عن كل ما رأيته قبل ذلك عن لعبة بوبي بلاي تايم، وقد تظن أنه مجرد كرتون بسيط، لكنه في الحقيقة يحتوي على أسرار مرعبة تكشف لنا حقيقة ما حصل للأطفال في أعماق المصنع. Okay, guys, I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Please help us. Sleep! بعد مشاهدتك لهذا الإعلان ستلاحظ أن هناك شيء غريب في هذا الكرتون، وأنه في الحقيقة ليس للأطفال الصغار، بل الأمر أكثر رعبا مما تظن. وإذا شاهدت الإعلان مرارا وتكرارا ستكتشف المزيد من الأسرار في كل مرة. فعندما نشرت الشركة المطورة صورة هذه الدمى الصغيرة لأول مرة ظهرت جميعها بشكل عادي، لكن في الصورة التالية قامت الشركة وبشكل غريب بإزالة الوحش البنفسجي لأسباب مجهولة. هذا الوحش البنفسجي يدعى كاتناب، واسمه باللغة العربية يعني قط النوم، مما يدل على وظيفته الخاصة ودوره في منطقة البلايكير. هذه هي الدمية التي ستستخدم الغاز الأحمر الذي قلت في الفيديوهات السابقة أنه يدعى غاز بوبي. في الإعلان الكرتوني ستلاحظ أن الدمى الصغيرة تعاني من عدم قدرتها على النوم بسبب الأصوات المرعبة في الخارج، وهذا هو مرجع إلى الأطفال الصغار وخوفهم من الوحوش التي كانوا يرونها في أعماق المصنع. وحتى في هذه الصورة تلاحظ أن العلماء قاموا بوضع شجر ونوافذ مزيفة في محاولة منهم لطمأنة الأطفال، لكن الأمر لم ينجح، مما دفعهم إلى الدفع بكاتناب للقيام بهذه المهمة وإصدار هذا الغاز المخيف لتنويمهم جميعا، مما يجعل مهمة السيطرة سهلة جدا لإجراء التجارب البشعة وتحويلهم إلى تلك الدمى العملاقة التي تراها في مصنع بلاي تايم كو. لكن لماذا ظهر هذا الإعلان على شكل برنامج كرتوني؟ الإجابة ببساطة هو أن الكرتون هو أسهل طريقة للسيطرة على عقول الأيتام في مصنع بلاي تايم كو. فلا تنسى أن هناك مدارس وغرفة صفية في منطقة البلاي كير حيث يقوم العلماء بتدريس الأطفال وتعليمهم. وحتى في الإعلان الأخير ستلاحظ أن الدمى الصغيرة تقوم بالدراسة والرسم، لأن العلماء يريدونهم أن يعملون في المصنع عندما تحدث عليهم التجارب. فكما قلت سابقا، هذا الفيديو الكرتوني كان يعرض للأطفال الأيتام في محاولة من العلماء للسيطرة عليهم وغسل دماغهم لكي يظنوا أن هذا الغاز المنوم هو شيء جيد لهم. فكما يعرف الجميع، الأطفال في المصنع صغار جدا، وفكرة غسل أدمغتهم تبدو منطقية جدا وسهلة للغاية، تحديدا إذا قام العلماء بفعل هذا من خلال إظهار هذه الدمى اللطيفة والبرنامج الكرتوني. وإذا شاهدت الإعلان الكرتوني مرة أخرى ستلاحظ كثير من الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون. فعلى سبيل المثال، هذه الساعة تشير إلى 10:06، وهي مرجع إلى التجربة 1006 ودوره المهم في الشابتر الثالث. فلا تنسى أنه كان يحاول إنقاذ الأطفال الذين تعرضوا إلى التجارب الشريرة. ففي الجزء الثاني تستطيع إيجاد تقرير على الأطفال والتجارب التي حصلت عليهم. الأولى تدعى ميكيلا هيسوب، وحاول العلماء تحويلها إلى كاندي كات، لكن المثير للاهتمام هنا هو أن التقرير انتهى بطريقة مخيفة جدا، والورقة ملطخة بالدماء في دلالة على أن البروتوتايب انقضى
بعضها مرتين، وليس هذا فقط، بل ميكيلا نفسها كانت تعرف بهذا الشاب. فإذا قرأت نهاية التقرير ستجد بأن الطفلة كانت تنظر إلى شيء جذب انتباهها في أكثر من مرة. فالتجربة 1006 في الحقيقة طيب جدا، على عكس العلماء الذين يحاولون إجراء التجارب المرعبة، مما يجعلك متحمسا جدا لمعرفة الشكل الحقيقي للبروتوتايب وكيف سيقوم بمساعدتنا في الشابتر الثالث. على أي حال، أحد الأسرار التي أكدت على نظرية تكلمت عنها سابقا هو أن هاجي واجي سيعود في الشابتر الثالث. فإذا نظرت جيدا تستطيع رؤية جزء صغير من جسده يقف في الرواق الخلفي في بيت هذه الدمى الصغيرة. فلا تنسى أن هذا البيت من الأصل يمثل مصنع بلاي تايم كو، أو دعني أقول منطقة البلاي كير التي تم تخزين الأطفال فيها. قد تظن أن هذا كل شيء، لكن الرابط الذي نشرته الشركة المطورة يدعى hagiwagi.com، وهو دليل آخر بالإضافة إلى الكثير من الأدلة التي تثبت بشكل غير مباشر أن عودة هاجي في الشابتر الثالث مؤكدة بشكل كبير، فهو بعد كل شيء الوجه الرئيسي للعبة بوبي بلاي تايم. في نهاية الإعلان يقوم كاتناب بإطلاق هذا الغاز الذي يقوم بتنويم الدمى جميعا بشكل مرعب. هذا جعلني أذكر نظرية خطيرة تكشف كل شيء حصل في مصنع بلاي تايم كو. فلا تنسى أن هذا المصنع كان يقوم بإصدار الكثير من الدمى لبيعها، وخلال تجولك في المكان تجد الكثير منها ميتة على الأرض ملطخة بالدماء، مثل كات بي، بوغي بوت، وحتى كاندي كات. هذا يعني أن هناك الآلاف من التجارب الشريرة التي كانت تحصل في هذا المكان، وإذا كان هناك الكثير من التجارب فهذا يعني أن العلماء أرادوا الكثير من الأطفال الجاهزين لتحويلهم إلى تلك الوحوش المتعطشة للدماء. الغاز الذي يقوم كاتناب باستخدامه ساعد العلماء على جمع الكثير من الأطفال ووضعهم في غرفة واحدة وتنويمهم هناك، بينما يكون العلماء في نفس الغرفة مرتدين القناع الأحمر الذي يحميهم من هذا الغاز الخطير. شيء آخر تستطيع ملاحظته في الإعلان هو ظهور صورة للغاز بشكل غير واضح، وإذا نظرت جيدا تستطيع رؤية شيء يشبه رأس برون الديناصور، مما يجعلك تتساءل عن حقيقة ظهوره في الجزء الثالث ودوره في مصنع بلاي تايم كو. فلا تنسى أنه من أوائل الدمى التي تم صنعها في المكان تحديدا في عام 1961، وعلى الرغم من أهميته الكبيرة في الأجزاء السابقة والشابتر الثالث فهو لم يظهر أبدا. فلا تنسى ذلك المنظر المرعب عندما رأيناه يتحرك في إعلان الجزء الأول، لكنه للأسف لم يظهر في الشابتر الأول، وفي الشابتر الثاني كان مجرد تمثال كبير لا يتحرك. وبعد مدة قصيرة ظهر إعلان خاص به، عرفنا قصته الحزينة وكيف تحول إلى هذه الدمية الصغيرة، عندما عرفنا أنه كان مجرد بشري عادي عانى من مرض خطير أجبره على الخضوع للتجارب المرعبة التي تحول البشر إلى دمى عملاقة تستطيع التكلم والعمل في المصنع والبقاء على قيد الحياة إلى الأبد. في نهاية الإعلان تستطيع معرفة أسماء هذه الدمى الصغيرة، فهناك دوغ داي وبيكي بيجي والأخير بوبي بير هاج. المرعب في الأمر هنا هو أنني قرأت نظرية خطيرة تقول أن بيكي بيجي قد يكون آكلا للحوم البشر، مما يجعلك تدرك الرعب الحقيقي الذي ينتظرنا في الشابتر القادم وكمية النظريات المخيفة التي ستكشف القصة الكاملة التي نريد معرفتها عن المصنع بأكمله. ما رأيك في هذا الإعلان؟ وهل هناك معلومات لم أذكرها في الفيديو؟ شاركنا في التعليقات الآن، لأنني أقوم بقراءة جميع تعليقاتكم ونظرياتكم. شكرا لكم وأراكم قريبا.